الو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. وش راكي يا استاذه؟ لاباس الحمد لله، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذه. معك عدنان من ورقلة. اهلا وسهلا بناس ورقلة. الله يسلمك. وش راكي يا استاذه؟ شوفي يا استاذه، بقى ما نطولش عليك، باسكو راني خدام، احنا خدامين في شركه نفطيه. معليش، هو انت تهضر، قول مداخلتك ونروح نصلي ومن بعد نرجع. تفضل. ان شاء الله. شوفي يا استاذه، بغيت نهضر على قضيه هذه تاع القبائل والعرب. المشكله راه صاري بين القبائل والعرب. شوفي يا استاذه، قضيه العنصريه راهي صاريه من جهتهم هم، جهه القبائل، مع اني راني نقول لك انا تارقي، راني تارقي. الله يبارك في خاوتنا توارك. الله يسلمك. شوفي، انا راني خدام في شركه نفطيه، وراه معانا بزاف قبائل، ومعانا بزاف شويه، وبزاف عرب، راكي فاهمه. شوف يا نعم. استاذ، احنا عندنا هنا في الشركه في لاباز هذا بعد اللي رانا فيه دروك، كيما نقولوا شاركوا غرفه واحده، راكي فاهم، أنا ياكلوا مع بعض، يقصروا مع بعض، يريحوا مع بعض. ابار القبائل ينوضوا يديروا في العنصريه، وحدهم يسكنوا وحدهم، ما يحبوش ياكلوا لا مع الشاويه لا معنا احنا التوارق. يا اخي احنا يقولوا علينا امازيغ، يا اخي يقولوا علينا امازيغ يا اخي، على حنا يا رافضينا في الوقت اللي نسكنوا مع أجواء. العرب، ناكلوا مع العرب، راكي فاهمه، ويرفضونا. بصح في وقت كيكونوا قدام المنابر الاعلاميه وكاع يبداو يضلوا يقولوا لنا مشاوي، ما على باليش، تركي، شلحي، زناتي. يا اخوي العنصريه رانا شايفينها احنا، ما راناش شايفينها من العرب، احنا نهضروا هضره الحق. اذا انت راقه ساقه ما جرتش مبوبو ناس يسمنا. اذا كانوا يفهموها يقول الامازيغيه لغه واحده، ما تكذبوش على راسكم. انا نهضر لك دروك بالترقيه، نتحدى قبايلي ولا شاوي ولا شلحي ولا زناتي يفهم واش قلت له. ما نكذبوش على بعضنا، كل الهضرات تتفارق في بعضها. احنا التوارق احنا عندنا فينا الايمو هاجن، فينا الاهجارن، كل واحد ولغته. صح نتشابهوا بزاف في الهضره، بصح كاين كلمات ما يفهموهمش. احنا التوارق في بعضنا ما نفهموهمش، تضلوا تقولوا لنا تحاربوا وهما البروبلام. احنا شوفي، انا ريحت مع واحد القبايلي وفهمت منه على واش الحب يحب يوصل. هما يضلوا يكذبوا على روحهم، والله لا راهم يضلوا يكذبوا على روحهم. العنصريه راهي منهم هما، واللغه نتاعنا احنا كي تبغي دير لي لغه امازيغيه في الدستور ولا ما على باليش موحده، واش من لغه ديرها نتاع الشاويه نتاعنا احنا التوارق نتاع القبائل نتاع شكون بيديرها؟ واش من لغه راح تديرها؟ هذا هو راكي الكلام اللي فاهمه، واحنا راهم يخدموا معانا هنا، اخي الكريم. راهم هذا الكلام يخدموا. قلت لهم انتم ما راكوش، انا هضرت قلت لا للقبلجة، وما نسمحوا لكمش باش تلصقوا اللهجة تاعكم للجزائريين الاخرين وتقولوا عليهم اللي راهم اي الامازيغية. هايو ما قاطعتك شو استاذ، هذه هي الهضره برك اللي قلتها نقولوها لهم. احنا هنا قلت لهم انتم تطلوا في المنابر الاعلاميه تجبدوا علينا احنا الشاويه، احنا راه معايا شاويه يسكنوا معايا ومعانا عرب، احنا خمسه من الناس في براكه واحده في شومبرا واحده ساكنين مع بعضنا، ما فينا ما نسكنوا مع بعضنا نورمال، ناكل مع بعض. علاه انتم ما تسكنوش معانا؟ علاه ما تاكلوش معانا؟ علاه تضلوا ديما دايرين الراسيزم؟ والراسيزم انا نقولها لهم هنا راه ما في صالح حتى واحد. واخر مثال هو ما صرا في غردايه، من بين الشعانبه العرب هذوك مع البنين زاب الاخرين هذوك. راه شكون الخاسر؟ شكون المستفاد فيها؟ ما كاش مستفاد. شكون الخاسر؟ ما كاش، الشعب كل خاسر. راكم تفتحوا في بيبان فتنه، قول لهم احنا رانا شايفين الراسيزم بركه، ما تحشوا لنا. قول لهم الراسيزم ما كانت لا في شويه لا في عرب، لا الراسيزم راهي منكم انتم، وحنا رانا توارق ساكنين باغ اكزومبل حنايا، كاينين عندنا التوارق يتمركزوا بزاف في تمر راس، هم في تمر راس ساكنين بكل مع العرب. نورمال ما كان والو، يتزوجوا من بعضاهم نورمال ما كان حتى حاجه. وقول له كي تهضر قول له على الامازيغيه انهم كاع شعب واحد. الضربه اللي صارت تقول له في لا سيهار في تمر راس، الضربه اللي صارت في لا سيهار في تمر راس اللي حرقوا الحوان نتاع القبائل، شكون حرقوهم؟ حرقوهم العرب يا اخي، حرقوهم التوارق. والعنصريه رانا نشوفوها من عندكم هنا، راه معانا حنايا هنا، راه معانا هنا في الشركه، ورانا نشوفوا منهم الراسيزم. ما يكذبوش على بعضهم وما يضلوش تروحوا المنابر تبداو تجبدوا علينا حنايا، احنا ما بيننا وبين العرب والو، ما تنوضوا لنا فتنه، راه بيناتنا تجاره، بيناتنا خدمه، بيناتنا دم، ما عندنا حتى مشكل لا في عربيه. احنا شوف، انا تارقي نفتخر كوني تارقي، ونفتخر كوني اني نسكن في بلاد عربيه. احنا الوقت رانا في وحده، ما راناش في تفرقه،
وما تبداوش تزكوا بينا، قول لهم ما تزكوش روحكم بينا يا خويا، خطونا راه معانا شويه هنا، معايا واحد من جرمه ومعايا واحد من اريس من باتنا، رانا كل يوم فتحوا هذا الموضوع هنايا، الراسيزم راهي منكم، الشاوي هذا صاحبي ياسين كي ضربوه هنا في ورقله وحقروه، شكون ديفونداو عليه؟ ديفونداو عليه العرب، ما ديفونداوش عليه الشاويه وما قبلوش عليه الهنا، باه ما نكذبوش على بعضنا، نحكوا الصح، ما نضلوش نكذبوا ونضلوا نزوروا في الهضره، احنا مالناش تاع فتنه وما ديروا لناش فتنه، قول مرحبا باباكم يا خويا، بغيت تفتحوا بيبان فتنه روحوا لها وحدكم، تقدموا لها وحدكم، احنا ما تبدوش عينا، ما تضلوش تذكروا فينا، رانا نشوفوا في الراسيزم تاعكم هنا، رانا نشوفوا فينا. هام اهم اهم ساكنه نتاع افريقيا الحقيقيين راهم مش يقولوا اللي هم صح سكان افريقيا الاصليين، هم مش راهم يقولوا والحمد لله وشهد شاهد من اهلهم. لا ما ينجموش ينكروا، لا هذه الحقيقه، حنايا راه عندنا تاريخنا، راه في التاصيل، في جانيت، راه في تنتورها، راه في تيمروانين، ما يكذبوش على بعضهم، هذه الحقيقه، حنايا ناس كنا في الصحراء من بكري، وي بصح اخويا ما تزرعوا لناش الفتنه بيناتنا، ما تزرعوا لناش الفتنه بيناتنا، بركانا من الفتنه اخويا، خطونا رانا شنا الفتنه واش دارت من بين الشعبه في غردايه وبني نزاب، بني نزاب كانوا ناس تاع تجاره تحرقوا لهم الحوانت نتاعهم، غردايه كانت قطب تجاري في الجزائر هنا، كانت همس توصل بين الشمال والشرق، من بين الشمال والجنوب، ما عاد فيها والو، الاطباء اللي كانوا فيها هجروا من العرب، شوفوا الفتنه راهي في صالح حتى واحد، وقول لهم واللي حاب يفتح باب على روحه تاع فتنه ولا شيء يكون قادر باه يغلطوا، راهي والله لا انفتحت والله ما تقدروا لها انتم، نقول لهم ولا غيركم، ورانا هنا ورانا شايفين الراسيزم منكم انتم، الراسيزم ما كانش حتى واحد، وبركه ما تقعدوا تقولنا لا امازيغي لا والو، درك قلعنا ضلوا بالتركيه والله ما يفهمني في والو، احنا مالناش امازيغ، احنا توارك، احنا مالناش امازيغ، احنا توارك، تاريخنا منفصل على تاريخكم، ما تبقاش تضل تقول لي سمو، وحنا منين جينا؟ احنا منين جينا؟ احنا راه عندنا توارق، عندنا المكتبه نتاعنا تاع التاريخ نتاعنا في تم الراسد، كل جايين من اليمن، اصلنا حميريين، جايين من الجزيره العربيه. فيك احسنت، هذا هو التاريخ، بارك الله فيك. بارك احنا الله من السماء فيك. تضلوا تعايروا لنا هذا عربي، هذا ما على بال، شوفي العنصريه، قلت لك رانا شوفي في شركه ورانا شايفينها. العنصريه راهي عندنا مش تطلع ربك، باش تكونوا متفاهمين هضروا الصح، راهم راسيزم مع الناس بكل، الناس بكل حاسبين الجزائر تاعهم جزائري ماهيش ليه، شحال تمثل انت في الجزائر، وكون شو نهضروا الحقيقه ونهضروا الصح نورمالمون الهضره الاغلبيه، ولادنا لوحدهم حنا رانا عارفوا التاريخ، ولادنا لوحدهم يمثلوا 19 مليون، هذه قبيله برك، ولادنا لا تمثل 19 مليون. صحيح. شحال بغيت تكون انت حاب تفرض روحك على الناس بكل، اخويا انت راك تهضر بالحره الديمقراطيه، اخ سيدي انت هضر، يا اخي هضر على روحك، ما تهضرش على الناس بكل، ما تقعدش تجمل في الناس بكل، ما تقعدوش تقعدوا في المنابر تصوروا الحقيقه، الحقيقه راهي في الميدان هنا، ارواح هنا راهي هنا في الميدان الحقيقه، ارواح هنا للشركه وتشوف العنصريه من وين، تشوف الطابله تلقى الشاوي والترقي والعربي بكل ياكلوا مع بعضهم، وهما ياكلوا وحدهم اكوتي، ما يحبوش تيجي يجمعوا مع الناس. هضروا الصح اللي باي الصح هذا هو الصح، ما كاينش الكذب. وبرك انا من كلمه الجزائر مانيش عارف، نحن بربر، نحن كنا بربر، يا خويا بربر كاين العرب وكاين البربر، ما تحاولش تقصي حتى في انا الاعجبيه، الحاجه اللي مدوخاتني فئه قليله تحب تقصي فئه كبيره. بركونا من الاقصاء وبركونا من الفتنه، رانا نسافروا نروحوا الوهره، نروحوا للجزائر، نروحوا وين ما نحبوا، ما كاينش اللي يسقسيك يقول لك لا انت تركي لا انت عربي. علاش قاعدين تصنعوا لنا التفرقه وهاد الامور هذه؟ خلونا ملاح سيدي، احنا ديننا الاسلام ونفتخروا باللغه العربيه، تعد من اكبر اللغات اللي راهي عندها معجم، من اكبر معجم في اللغات في العالم، والعربيه ما قدت تمسح حتى واحد، وما يقد حتى واحد ينفي تاريخ العرب، كاينه دوله فينيقيه هنا عربيه من بكري، وبركونا من التزوير، وبركونا من الفتنه، والصح راه هنا في الميدان، الصح راه هنا في الميدان، موش في المنابر تاع التلفزيون. اللي حوس يهبط الميدان يشوف الصح كي داير. بركوني يسموا الفتنه اللي صرات في مالي بين الازوات توارق مع الكحالج هذوك تاع مالي، شكون فراوها العرب؟ شكون دعموا التوارق؟ دعموهم العرب؟ بركوني ما تقعدوا تصنعوا لنا في الـ في الـ في, الـ في الجهويه وفي التفرقه، رانا عايشين بيان، خلونا ملاح، والحمد لله خدينا العبره من بنزاب اللي يسموه، وراهم خرجوا في المظاهرات مش عارف الثالثه الاسبوع الثالث ولا الرابع،
خرجوا العرب والشعامبه في غردايه ويقول لك مصافي عربي خاوه خاوه. وصلهم ميساج انه الفتنه ماشي في صالح حتى واحد فيهم. هما الاخويا خطونا اقول لهم اسيدي من الفتنه والدستور داك تحكي يقول له على الامازيغيه اللي ترسمت في الدستور يا اخي بروحكم راكم تقولوا مدوا مش عارف طريق كاينه ولا ما كايناش. هما شكون رسم الامازيغيه في الدستور؟ قول لي شكون رسم يا ودي ما كانش راي رسم الامازيغيه في الدستور؟ مادة دستورية خلاص ماهيش دستورية خلاص ماكش ما كاش ما درنا ايه كيف معليش نقولوا اذا دستوريه يا اخي. راه يقول لك رئيس الجمهوريه اقر بها في الدستور، ضافها في الدستور. احنا رئيس الجمهوريه انتم في روحكم رانا نسمعوا منكم تقول لنا راه ما كانش من 2014 ولا من 2013. يا اخي امال شكون اقرها؟ يا قلت لك هما قرها بعدهم ما قبايلي. حطوا واش يحبوا هاي حطوا كيما واش قلنا يحبوا لهم يديروا واش يحبوا يا سيدي حطوا. كشفت الاعلام دار هجمه كبيره عليا ويضل يحرش في القبائل عليا ويقول لهم انا ما سامع حتى بواحد وراي نمشي به وتعطاك الصحه وبارك الله فيك وربي يجازيك ان شاء الله على الشهاده هذه وعلى هذا التوضيح لكل الجزائريين لانه حنا الارض نتاعنا رانا ما فرطوش فيها والجزائر تبقى ملمومه واللي ما عجبوش الحال يرجع لعند والديه هما عارفين مليح اللي يجيب هذه هي كيفاش يا خويا. هذه سمحوا لنا على التطويله وربي يعاونك يا استاذه وبالسلامه. بارك الله فيكم وربي يجازيك ان شاء الله وخليكم معنا وبقوا معنا على الخاص ايضا شكرا مع السلامة. صح.